سيد هارت، لو تركنا مسألة الانتماء الحزبي جانبا، لماذا وصلت الولايات المتحدة للحظة التي تختار فيها ما بين رجل في عمر 81 ورجل في عمر 78؟ الأمريكيون طبعا لديهم قرار أن يتخذوه، هذان هما الشخصان المرشحان، ومن الواضح من خلال هذه المناظرة التي تابع ملايين الأمريكيين أن دونالد ترامب لديه القوة ويعرف المواضيع بشكل جيد، يعرف الأشياء التي تقض مضجع الأمريكيين، كل ما يؤثر على حياة الأمريكيين. كل شيء في بداية المناظرة كان مرتبط بقضية التضخم، وهذا ما يؤثر على جيب الأمريكيين. ودونالد ترامب عبر عن آرائه ومواقفه في هذه المواضيع من قبيل التخفيف من التضخم، وقام بذلك بقوة كبيرة. إجابات الرئيس السابق دونالد ترامب تبدو وكأنه يستخدم نفس الخطاب في 2016 حين كان يتحدث وكأنه من خارج المنظومة ويهاجم النخب في واشنطن. الرئيس السابق كان لمدة 4 سنوات في البيت الأبيض، فلماذا يتحدث بهذا الخطاب؟ I apologize, Mr. Translator, but you've cut out significantly. Again, I think these issues are kitchen table issues from abortion, which is a deeply, deeply نعم، هذه الأمور كما تعرفون هي قضايا مهمة جدا، وأعتقد أن مسألة الإجهاض مثلا هي مسألة تخص بالأمريكيين. عفوا سيدة جيسيكا، هذا غير قانوني في سنعود كل حتى لا تكون ولاية. هناك صعوبة، عفوا أودت المقاطعة، حتى هذا لا غير تكون قانوني. هناك صعوبة في الترجمة، سنعطيك الفرصة للرد بعد أن يكمل سيد هارت إجابته. عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد فهناك معاناة لدى الأمريكيين، عندما يتعلق الأمر أيضا بالأمن بالجانب الإنساني على الحدود، عندما يتعلق الأمر أيضا بالسياسة الخارجية فهناك معاناة كبيرة. لكن دونالد ترامب كان هو الرئيس الأول منذ رئاسة ريغان الذي لم يبدأ أي حرب. نعرف أن كل هذه القضايا التي تحدثنا بشأنها التي هي مهمة بالنسبة للأمريكيين، نحن رأينا أن كانت هناك قرارات حاسمة. الشيء المهم بالنسبة للأمريكيين الاقتصاد، الأمن، الازدهار الاقتصادي، ودونالد ترامب تحدث اليوم حول هذه القضية التي تخص الأمريكيين وتهم الأمريكيين وتعتبر مصدر إلهام بالنسبة لهم، وهم يريدون حلولا لهذه